ازيكم يا شباب؟ النهارده جايين نكمل قصه كينج ان بلاك. النهارده هيبقى فيه تطور مفاجئ للاحداث هيغير القصه بالكامل. ده الجزء الاخير من قصه نال اله السيمبيوت. ده غير ان احنا كمان هنشوف حاجه حلوه جدا مش عايز احرقها دلوقتي. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. ويلا بينا. في داخل عقل نال، داخل الخلية بتاعته، بيقبع ديلان حبيس مقهور لا حول له ولا قوة. نال بيبدأ كلامه: ديلان اصحى، ديلان حان وقت الاستيقاظ، ما تخافش انا مش هأذيك، فقد حان الوقت اخيرا. ديلان بيتعصب: ابتعد عني، اخرج من عقلي بحق الجحيم. هنا بنسمع صوت تاني داخل عقل ديلان: ديلان اهدى واسمعني، انا صديق، انا مش هقدر احافظ على التواصل بيننا لوقت طويل، بس اسمعني جيدا، انا هقدر اخرجك من هنا. نال لسه بيضحك وبيكلم ديلان قائلا: انت هنا في الخلية وسط ابناء المتمردين، انت مميز بالنسبة لي يا ديلان، صنعوك عشان تدمرني، بس ده مش هيحصل، ابطالك سقطوا، الكوكب اصبح ملكي وانت فشلت، بس انت مش محتاج تموت زيهم، انت مميز بالنسبة لي، انت ابني. الصوت لسه بيكلم ديلان: غلطة نال انه جابك هنا، انه دخلك عقله، انت عندك القدرة تسيطر على الخلية بتاعته، تقدر تتغذى على قوته وتوقف كل ده. ديلان بيصرخ جوه دماغه: اخرس. هنا نال بيمد ايده لديلان: انا هعطيك الظلام، معا هنقدر نوقف كل ده، انضم لي وإلا ستشاهد عالمك يحترق. ديلان بيمدله ايده ببطء. نال بيضحك: ايوه طفل جيد. هنا ديلان عينيه بتتحول للون الدم وبيقول غاضبا: انت قتلت ابي. بيفعل قدراته، قدراته بتخترق درع نال، بتغزو عقله، بتتواصل مع الخلية، بيبدأ في تحرير كل الابطال اللي سيطر عليهم نال. الابطال بيشعروا بالالم، ديلان مش قادر يستحمل عقل الخلية ولكنه بيقاوم. الصوت بيشجعه: هي دي فرصتهم الوحيدة، لازم يستغلوها صح. دكتور سترينج بيتحرر من السيمبيوت اللي كان مستعبده، بيبص الفليشة اللي بتقوله: سترينج اوقفهم، اوقفهم ارجوك. ديلان بيسبب انفجار ضخم بيدمر كل السيمبيوتس المحيطة بيه، وبيدفع نال بعيد عن المكان. هنا بيظهر الصوت تاني داخل عقل دكتور سترينج: سترينج اسمعني جيدا، لقد اعددت خطة لايقاف نال، ساخبرك بها الان، ولكن تحرك بسرعة قبل ان يستعيد قوته. سترينج بيرد: جيتي الحفلة متأخر، بس سعيد بقدومك، انا تعبت من كتر ما انا محطوط على الجنب، حان وقت القتال. بيطلب من فليشا عصايته السحرية، بيمسك العصاية وبيرفعها للسماء، بينزل بيها على الارض بكل قوته مصرحا: نال فاكر نفسه انه اله، ما يعرفش ان اتنين ممكن يلعبوا اللعبة دي. دكتور سترينج بيحول نفسه لاله وسط صدمة فليشا، بيتحول لساحر قوي بسيطرة مطلقة على تعويذه السحرية. هنا الصوت بيدخل عقل كل الابطال الموجودين: سايكلوبس، انفيزيبل وومن، هيومن تورش، دكتور سترينج وثور، ابدأوا الان. سايكلوبس بيطلق ليزر حارق من عينيه بيبيد كل اتباع نال. ستورم بتفعل درع من الطاقة قوي بما فيه الكفاية ليحاصرهم في مكان معين، اما دكتور سترينج فبيستخدم تعويذة سحرية بتفتك باجسامهم وبتنبه التنانين لمكانهم. التنانين بيوصلوا للحتة اللي هم عايزينها في منتصف المدينة. هنا الصوت بيخترق عقل نيمور واتباعه مصرحا: نيمور جاء دورك، اطلق العنان لقوتك. نيمور بيدب الارض برمحه، بيستدعي موجة عملاقة اشبه بالتسونامي، موجة بتحاصر جميع اتباع نال وبتغرقهم، بتغرق تنانينه وبتدفعهم للهاوية. الصوت بيصدر اوامره لسبايدر مان يبتعد عن ارض القتال فورا. سبايدر مان بيستخدم شباكه وبيبعد باقصى سرعته. هنا الصوت بيخترق عقل ستورم وثور قائلا: لقد انتهينا، جميع الابطال في امان. ثور، ستورم، اشعلوا المكان. ستورم بتقول: من دواعي سروري، اخيرا جاءت فرصتي للانتقام. ثور وستورم بيشعلوا قدراتهم، صواعق من البرق والكهرباء بتخترق الميه، بتقتل جميع اتباع نال بدون اي رحمه. كل ده ونال وديلان محبوسين داخل عقله. الصوت بيقول لديلان يهرب من هنا فورا. نال بيتالم، بيزداد جنونه وبيصرخ وهو بيطلع لسانه المقزز قائلا: انت فاكر انك تقدر تجرحني يا فتى؟ فاكر انك تقدر تسيطر على الخلية؟ فاكر انك كسبت؟ انت لوحدك دلوقتي ايها الصغير، ومحدش هيجي علشان. هنا الصوت بيقطعه: جه دوري عشان اتدخل. نال بيتفزع، بيبعد ايده عن ديلان صارخا: مين؟ مين انت؟ اظهر نفسك، ازاي تجرؤ على دخول عقلي؟ الصوت بيرد: جه الوقت اعرفك بنفسي، انا اسمي جين جراي، ودلوقتي تعال نشوف ازاي نخليك تنزف. بنشوف جين وسط آلاف من جثث أتباع نال بعد أن نجحت في خطتها، بتخترق عقله وبتخليه يصرخ في ألم، بتبدأ تشوف ذكرياته، بتتفزع من اللي شايفاه. يا إلهي، عقله بارد، مش قادر ألاقي أي حاجة ممكن تأذيه، لقد ولد في الظلام، عايش فيه طيلة عمره، شكله بإرادته وحطم كل شيء،
هو إله تمت هزيمته واستعاد عرشه من جديد. لا يمكننا فعل أي شيء. جين بتتصدم وبتكمل: لا انتظر، في حد تاني ردة فعل مضاد لي، كيان اتعارك معاه، كيان قوي يقدر يوقفه. على الرغم من ان نال هو اله الهاوية، ولكنه ليس الظلام. الظلام كان موجود قبله، ومع الظلام كان هناك ضوء. ضوء تمرد عليه، حاربه، دمج نفسه مع محاربين الغل جواهم ناحيته وعايزين يقضوا عليه. الضوء كان على قيد الحياة، ولكن للأسف ما كانش كفاية. كان ضعيف، كان صغير، ولما اتهزم من نال والظلام حبس نفسه آلاف السنين. ابتدى يتغير، يتحول لحاجة جديدة. قدر يختار كائن واحد بس في الكون يتحد معاه، يخليه أقوى وأفضل لمواجهة نال. يا إلهي، الضوء هو مجرد سيمبيوت، هو المضاد لنال، هو إله، إله النور. جين بتتصدم من قوة النور، بتصاب بالذهول لدرجة انها بتفقد قواها، بتسقط بين احضان سايكلوبس وبتبدأ تعيط وبتقول: إله النور هنا. ولكنه محاصر، مش قادر يخترق درع نال اللي حوالين الارض. بنشوف قذيفة من النور بتحاول تخترق السيمبيوتس المحاطة بالارض، ومش عارفة. جين بتسمع صراخها ومش عارفة تساعدها ازاي. وهنا بيظهر سيلفر سيرفر، بيقف بجانب إله النور في الفضاء قائلا: لا تقلقي يا جين، انا هنا. ربما النور لا يستطيع اختراق درع نال، ولكن انا استطيع. بيطلع من صدره طاقة كونية، بيطلق شعاع من الليزر على السيمبيوتس المحاطين بالارض، بيصنع فجوة عملاقة. شعاعه بيخترق الغلاف الجوي وبيسيب تنانين نال، بيشعل قلوبهم وبيخلي نال يصرخ في غضب. بيوصل سيلفر سيلفر للارض وسط النيران والدمار، محاط بالسيمبيوت المضيء إله النور. بيبص لإله النور وبيقول له: اوه فهمت، انت مش هنا من اجلي، إذن اذهب واعثر على محاربك. إله النور بينطلق بقوة، بيوصل لمعمل مستر فانتاستيك اللي بيبصله مذهولا متأملا بجماله قائلا: جين، مصدر الطاقة ده، احنا كنا مخطئين، هو بيتصرف كسيمبيوت ولكنه ليس منهم. إله النور هو كابتن يونيفرس. الطاقة المضيئة اللي في ايده بتنفجر، بتبدأ في اختراق جثة إيدي بروك، بتملى جسمه بالنور، بترفعه من على سريره قائلة: إدوارد بروك، لقد تم اختيارك لتكون محاربي. بيقف سيلفر سيرفر امام نال، بيقول لنفسه: اخيرا لقد اجتمعوا ككيان واحد، اشعر بهم، اشعر بقوتهم، اشعر بضوئهم. بيبصله نال وبيبدأ كلامه: انت سيلفر سيرفر، اتذكر اني واجهتك من قبل. سيلفر بيرد: نعم تواجهنا، ولكني لست منبهر بك يا نال، هناك اله اخر الان، اله النور. بيطلع سيف فضي عملاق من بطنه وبيقف استعدادا لمواجهة نال. نال بيحيط نفسه بالسيمبيوتس وبيرد: أجل سمعت عنه، ولكن عليك أن تتذكر جيدا، مهما كانت سرعة الضوء فالظلام دائما موجود ينتظره. نال بيجز على أسنانه وبيرفع مخالبه للسماء، بيكون سيف عملاق من السيمبيوتس وبيرد: بطريقة ما أنا معجب بك أيها الضوء الصغير، سأجعل ميتتك سريعة ومشرفة. هنا سيلفر بيرد: ربما سأموت الآن، ولكني لست وحيدا. بنشوف كل الأفنجرز اللي اتحرروا من سيطرة نال بيندفعوا في أرض القتال، في مقدمتهم كابتن أمريكا اللي بيصرخ: أفنجرز أسمبل. ولكن قبل ما بيوصلوا لنال بيحصل انفجار ضخم، صاروخ بيندفع على الأرض، وهنا بيظهر فينوم بهيئة جديدة مشبع بالقوة الكونية مصرحا: أقدر أساعدكم يا أصدقائي، ولكننا سنتولى الأمور من هنا. نال بيضحك وبيرد: إذن لقد جئت، إله النور العظيم، اختار مضيف قتلته من قبل. كام مرة عملت كده؟ المفروض ده يخوفني؟ فاكر بجد انك هتقدر تهزمني؟ وهنا فجأة فينوم بيستدعي مطرقة ثور من ايده وسيف سيلفر سيلفر العملاق. ثور بيتصدم من اللي عمله، ازاي قدر ياخد الميونير منه؟ ازاي هو جدير؟ فينوم بيقف مبتسما باسلحته امام نال وبيرد: انت فعلا قتلتني مرة، اكيد غرورك مخليك فاكر انك تقدر تعملها تاني، بس انت ما تعرفنيش، ما تعرفش إيدي بروك. بيستخدم اسلحته وبيكون زوبعة عملاقة مضيئة بتعمي نال وبتخيفه لثواني. ثور، سيلفر سيرفر، سبايدر مان، محدش يتدخل في القتال، ابقوا هنا واحموا الابرياء. بيدمج السلاحين مع بعض وبيكون بيهم مطرقة عملاقة بحواف حادة مضيئة، بينقض على نال، بينزل بالمطرقة عليه، ولكن نال بيتفاداها. بيبدأ نال في الطيران مبتعدا عن المكان، ولكن فينوم وراه، مش هيسيبه غير لما يقضي عليه نهائيا. نال بيرسل تنانينه العملاقة لقتال فينوم، التنانين بتحاصر فينوم بأنيابها. فينوم بيصد الهجوم قائلا: يهرب، يختبئ مني، يرسل لي أتباعه كالملك الجبان،
اخيرا ساحظى ببعض المتعه. بينزل بمطرقته بكل قوه على التنانين، بيقطع رؤوسهم واحد ورا التاني، بيقضي عليهم وهو بيضحك بجنون. ووسط الدماء بيظهر نل، بينزل بسيفه بكل قوته على فينوم صارخا: اتريد نهايتك ايها المضيف؟ اذا دعني اقتلك الان. قبل بس قبل ما بيكمل كلامه، فينوم بيتصدى لسيفه بايده بمنتهى السهوله، بيبدا في اذابه السيف بالكامل امام اعين نل المصدوم. ازاي بتعمل كده؟ فينوم بيرد: لا مزيد من السيوف، لا مزيد من التنانين، فقط انا وانت. كل ده والافنجرز لسه بيقتلوا اتباع نل على الارض. فينوم بينقض على نل، بيمسكه من رقبته وبيسقط بيه على الارض بقوه، بيحطمه المبنى بالكامل. بيقف امام نل الراقع على الارض رافعا مطرقته للسماء: اتريد الظلام؟ اذا فاستمتع به وحيدا في منفاك ايها الحقير. نل بيبتسم وبيرد: انت ما تعرفش حاجه عن الظلام، دعني أذكرك به قليلا. السليشلز بيبدأوا في التحرك، إيد عملاقة بتخترق المبنى اللي فيه فينوم ونل، وبتسعى لإمساك فينوم، ولكن فينوم بدون أي تردد بيطير في السماء متوجها ناحية السليشلز. بينزل عليه بشراسة بمطرقته وبيقطع راسه في ثواني من غير أي مجهود. السليشل بيسقط على الأرض قتيلا. هنا فينوم بيتوجه بمنتهى السرعة ناحية نل، بيشيله وبيرزعه على الحيطة مصرحا: نعم أتذكر لما قتلتني قبل كده، أتذكر عذاب مضيفي، أتذكرك جيدا أيها الحقير. بيرفع مطرقته وبيبدأ ينزل بيها ببطء في صدر نل المرعوب. الدماء بتتناثر في كل مكان، ولأول مرة نل بيشعر بالخوف. هنا فينوم بيضحك، بينتزع منه السيمبيوت المحيط بيه وبيجرده من درعه وقوته، وبعدها بيسيب إيده ليسقط نل من السماء كالملك الساقط من على عرشه. عارف أكتر حاجة فاكرها إيه؟ فاكر إحساسي باليأس، فاكر سقوطي زيك بالظبط، ولكننا لم ننتهي بعد أيها الحقير. بيسقط نال على الأرض محطما الأرض بالكامل. فينوم مش عايز يسيبه، بينزل عليه وراه بأقصى سرعة، بيرفع مطرقته عشان يوجه ضربة أخيرة، ولكن نال بيخرج من وسط الأنقاض، جسمه مغطى بالدم، بيقول بكلمات غاضبة: أنت مش هتقدر تنتصر، حتى لو قتلتني فالظلام سيبقى بداخل ابنك. هنا فينوم بيشيل نل، بيطير بيه كالصاروخ في السماء وسط قتال الأفنجرز وباقي السيمبيوتس. فينوم بيصرخ وهو شايل نل وبيحرق جسمه: عايز تتكلم عن ابني؟ تعالى نتكلم عنه. نل بيرد: انت عمرك ما هتتحرر مني يا فتى، الظلام لديه اسنان وسيبقى للأبد. فينوم بيخترق درع نل من السيمبيوتس اللي كان محوط بيه الأرض، بيطير بيه في الفضاء اتجاه الشمس. فينوم بيضحك وبيرد: ونحن ايضا لدينا اسنان. بيطلع طاقة كونية من بقه، بيدوب جلده من على لحمه وبيخليه يصرخ في ألم. بيشيله وبيكملوا طريقهم للشمس قائلا: ربما أنت محق أيها الحقير، الظلام سيظل موجود دائما، سيبتلعنا، ربما سنهلك في الهاوية في مملكة السواد، ولكن هذا لا يهمني، ما أفعله الآن من أجل ديلان. بيقفوا هما الاتنين أمام الشمس، الشمس بتبدأ تحرق جسم نال بالكامل. نال بيصرخ ولكن فاني الحقد، فينوم مش عايز يسيبه، بيقربوا أكتر وأكتر من الشمس لغاية ما جسمه بيحترق بالكامل وبيتحول لذرات. هنا إيدي بروك بيشعر بحاجة، أصوات كتير بتصرخ في أذنه ولكنها لا تؤلمه. إله النور بيقوله إن دي أصوات السيمبيوتس، بيصرخوا في سعادة، بيغنوا لك يا إيدي، نال انتهى وأتباعه أخيرا اتحرروا. أما في الأرض، مصاصي الدماء اللي ساعدوا بليد فاكرين الأرض ملكهم دلوقتي، بيتغنوا باسم دراكولا وبيحتفلوا بانتصارهم واستحوذهم على الأرض. بليد بينقض عليهم، بيقطع رؤوسهم قائلا: عشان لعبنا شوية تفتكروا الوضع اتغير، ارجعوا لأماكنكم أيها الحثالة. مصاصي الدماء بيندفعوا عليه كلهم، بيحصروه من كل اتجاه وبيدفنوا رأسه بالأرض. الأفنجرز بيسألوه محتاج مساعدة، ولكن بليد بيضحك وبيقول: ما تقلقوش، أنا هتكفل بالأمر. درع السيمبيوتس اللي حوالين الأرض بيختفي أخيرا، ضوء الشمس بيعبر الأرض وبيبيد مصاصي الدماء كلهم عن بكرة أبيهم. أما ثور وسيلفر سيلفر فبيبصوا لمطرقة فينوم الساقطة على الأرض. ثور بينادي بالميونير، وبالفعل الميونير بتنفصل عن سيف سيرفر وبترجع تاني لإيد ثور، وسيف سيرفر بيرجع له. وهنا بينزل ثور من السماء كالبطل المختار، كل الأبطال بيبصوله بفخر، بيمشي وسطيهم وبيحيوه على اللي عمله، هو الوحيد اللي قدر يوقف الظلام وينقذ العالم. إيدي بيفرح بكلامهم، ولكنه بيسمع صوت ابنه بيصرخ: أنا مش قادر أقاوم أكتر من كده. إيدي بيجري بكل سرعته على ابنه، ابنه أول ما بيشوفه بيتصدم، ولكنه بيفرح وبيرتمي بين أحضانه. إيدي بيقوله: ما تقلقش يا بني،
كل حاجة هتبقى بخير، ولكن ابنه بيعيط وبيصرخ في ألم، أبي أرجوك انقذني، جزء من النال لسه جوايا بيحترق، أنا حاسس بيه، أرجوك ابعد الألم عني. فينوم بيبصله في كسرة، وأنا كمان حاسس بيه يا بني، ما تقلقش كل حاجة هتبقى بخير، اللي هعمله دلوقتي هيوجعك بشدة ولكن تحمل من أجلي. بيحول إيده لضوء أزرق ساطع وبيغرز إيده في صدر ابنه، ابنه بيصرخ وإيدي بيحاول يهديه، وبعد عدة ثواني بيطلع من ابنه الكودكس اللي جواه، بقايا نال اللي بتعذبه. بيبص للكودكس وبيقول لقد انتهى، انتهى كل شيء. بيفحص الكودكس بايده وبيحولها لذرات وبيقتل ما تبقى من نال على قيد الحياة. هنا اله النور بيبدأ يتبخر من على جسم ايدي وبيقوله لقد فعلت امر جيد يا ادوار، ولكن لازم اسيبك دلوقتي، انت ما بقيتش محتاجني عشان احميك، عندك دور جديد دلوقتي، بقيت حاجة تانية اقوى وافضل. اله النور بيتبخر من جسم ادوارد بالكامل، وهنا بيحوط بالسيمبيوت تاني. فينوم بيقوله ايدي انت سماني، انا لقيتك، لقيتك اخيرا، عارف ايه اللي بيحصل لك دلوقتي؟ ديلان بيعيط وبيصرخ لابوه، ابي انت بخير؟ ابي رد عليا. سبايدر مان بيهديه رغم انه مش فاهم ايه اللي بيحصل. ايدي بيتحول اخيرا لفينوم، السيمبيوتس كلها حواليه، بيحط ايده على كتف ابنه وبيقوله ما تقلقش احنا بخير، خليك هنا دلوقتي وانا هجيلك. بيبدأ ايدي في الطيران للسماء، كل السيمبيوتس على الارض بتتبعه، كلهم بيطيروا وراه وسط دهشة جميع الابطال. هنا فينوم بيبدأ يكلم ايدي وبيقوله الاصوات اللي انت سمعها دلوقتي هي اصوات السيمبيوتس بيكلموك بلغتنا القديمة يا ايدي، لانك هزمت الهاوية، حررتنا كلنا، انت دلوقتي عقل الخلية، انت اله السيمبيوتس، انت الملك الاسود، وجميع السيمبيوتس تحت اشارتك. وينتهي القصة على كده يا اخوانا. اتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم رشحولي قصص تانية في الكومنتات دلوقتي، وما تنسوش اهم حاجة تعملوا لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعملوا سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة، وتفعلوا جرس التنبيهات لو حبيتوا الحلقة وحابين المحتوى، وبيس.